وللمزيد مشاهدينا الكرام من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد باغا، أستاذ الإدارة والتنمية وتطوير المؤسسات. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور يا فندم. إذن جهود كبيرة وتوجيهات رئاسية لدفع عجلة الاستثمار وجذب الاستثمارات، وكان ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس اليوم، وكانت هناك أيضا توجيهات بالسماح بفتح الشركات الافتراضية بهدف توفير النفقات وتسهيل على تلك الشركات وتسهيل اشتراطات أيضا إقامة شركات الفرد الواحد. هل تلقي لنا المزيد من الضوء على هذه الفكرة وهذا التوجه وهذا التوجيه أيضا؟ والحقيقة فندم التوجه لإنشاء الشركات الافتراضية ده توجه عالمي النهاردة بيلاقي استحسان في بيئات الأعمال المختلفة، نظرا طبعا لأن مثل هذه الشركات بتخلي فيه نوع من خفض أو وفر التكلفة قدر الإمكان على منشئيها. كمان الشركات دي بتتيح حرية الحركة وحرية السرعة وحرية التبادل بشكل سريع جدا، وبتضيف كثيرا للاقتصاد القومي عن طبعا مشروعات الماس برودكشن الكبيره. يعني ممكن مثلا بنشوف ابلكيشن او بنشوف ويب سايت بيشتغل مثلا في مجال التجاره الالكترونيه او في مجال تسويق المنتجات او تسويق الخدمات، بنشوف ان مثل هذه المواقع بتضيف كثيرا للاقتصاديات القوميه بشكل عام من خلال طبعا المواقع الافتراضيه. اعتقد انه اتجاه الدوله لتحديث وتنميه وتطوير البنيه التحتيه التكنولوجيه والمعلوماتيه ده ان شاء الله من الممكن جدا الاستفاده منه في الفترات المقبله، ان احنا يبقى عندنا مثل هذا النوع من الاستثمارات ومثل هذا النوع من الشركات. ويمكن حديث السيد الرئيس بشكل من آن لآخر بيوجه الى انه يبقى عندنا موقع مصري ينافس ويناهض المواقع العالميه مثلا زي فيسبوك او علي بابا او امازون او مثل هذه المواقع اللي منتشره حوالين العالم كله وباستثمارات ضخمه جدا تكاد تصل يعني الشركه الواحده من هؤلاء الى مثلا ميزانيه عدد الدول العربيه او عده دول عربيه. فبالتالي ده نوع من الاستثمارات اعتقد ان هو غير مجدي وغير مكلف، ولكن هي فكرته الاساسيه بتنطلق من رياده الاعمال، انه ازاي نفكر في الافكار الرياديه والافكار الابتكاريه والافكار الابداعيه لي مثلا عمل الابلكيشنز المختلفه او للوصول الى الفضاء او المواقع الالكترونيه بشكل يعني يلبي احتياجات مستهلكيها قدر الامكان. نعم، يعني هذا فيما يتعلق بتوجيهات السيد الرئيس، ولكن اذا ما انتقلنا الى المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء لعرض خطه مواجهه الازمه الاقتصاديه العالميه، ما هي اهم ايضا النقاط التي توقفت امامها دكتور محمد في كلمه وتصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء؟ هو اولا يا فندم انا بعتبر هذا الخطاب هو خطاب مصارحه ومكشفه عن حقيقه الوضع الاقتصادي المصري ورساله طمانه الى جمهور الشعب المصري بشكل عام والى جمهور المستثمرين سواء من الداخل او من الخارج بشكل خاص، ان الاقتصاد المصري الحمد لله لا زال بيقف على ارض ثابته، ان الاقتصاد المصري رغم الاصابه الكبيره التي حدثت في اقتصاديات العالم جراء طبعا الازمات المختلفه اللي العالم مر بيها ابتداء طبعا من ازمه كورونا واغلاق الاقتصاديات لفتره تقارب سنتين وتعطل خطوط الانتاج وتعطل سلاسل الامداد والتوريد حوالين العالم، وصولا الى الازمه الروسيه الاوكرانيه، وانا بقول ان هي حرب عالميه على ارض اوكرانيا ولكن القت بصداها الكبير جدا على اقتصاديات دول العالم، وبالتالي مصر جزء من هذا العالم وتاثرنا بشكل يعني عايز اقول تأكيد. ارقام مخيفه، يعني احنا بنتكلم على 130 مليار زياده في يعني شاننا في هذا شان العالم كله دكتور محمد. يعني بالظبط يا فندم، انا بقول ان مصر جزء من العالم وبالتالي التاثير بيصل الى الاقتصاد المصري. احنا بنتكلم في 130 مليار زياده في تاثيرات مباشره، بنتكلم في حوالي 350 مليار في تاثيرات غير مباشره. ده طبعا بيعرقل من المسيره الكبيره اللي كنا وصلنا ليها من معدلات نمو مرتفعه جدا. احنا كنا بنتكلم في فتره ما قبل كورونا على سبيل المثال عن 5.6%، ورغم حدوث ازمه كورونا كان الاقتصاد المصري كان يمكن من 12 دوله على مستوى العالم بتحقق معدل نمو ايجابي، وده طبعا ميزه تنافسيه كبيره جدا. يعني المستثمر بيبقى مطمئن ان هو يجي يستثمر في الاقتصاد المصري. رقم اثنين ان ما حصلش مثلا ان احنا لقينا نضوب في سلعه معينه
او يعني قصور في سلع معينه او عدم توافر سلع معينه خاصه السلع الاستراتيجيه، فكانت هناك اداره ازمه جيده جدا. صحيح. لما حدثت ايضا الازمه الروسيه الاوكرانيه كان برضو هناك يعني اداره للسيناريو، يعني صوامع الغلال اللي موجوده في ربوع مصر كلها واللي تم طبعا يعني بمبادره من رئاسه الجمهوريه ما كانش طبعا شغل عشوائي، كان شغل مخطط وكان يعني تكهن بما سيحدث في العالم من ازمات. صحيح. فبالتالي لازم نؤمن بينا الغذاء، لازم نؤمن بينا الدواء، فانشأنا ايضا مدينه الدواء، لازم نؤمن لينا السلاح، وبالتالي ايضا صارعت القوات المسلحه وصارعت وزاره الدوله للانتاج الحربي بطبعا اخذ احتياطياتها اللازمه من طبعا موارد ماديه او موارد ماليه، تحركت جميع الوزارات المعنيه ان هي تجابه او تواجه هذه الازمه، وزي ما قلت لحضرتك وحضرتك اتفقنا على ان هي ازمه عالميه كل العالم بيتاثر بيها. طبعا. طب دكتور محمد، يعني عذرا يعني لضيق الوقت بدون مقاطعه لحضرتك، يعني هذا فيما يتعلق بمضمون المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، أهمية التوقيت وأهمية التوضيح والشرح عالميا وداخليا بالنسبة لهذا المؤتمر، هل تعتقد أنه يعني أدى الهدف منه؟ لا، هو إحنا ننتظر أنه يؤدي الهدف منه، ولكن أنا بقول لحضرتك نقطة جوهرية جدا، هو أن المستثمر دائما يحتاج إلى رسائل طمأنة، المستثمر دائما يحتاج إلى شرح مفصل للوضع الاقتصادي الخاص بالدوله اللي هو بيستثمر فيها، سواء مستثمر محلي او مستثمر اجنبي. حضرتك احنا بمجموعه افكار صغيره جدا لما حدث الارتفاع الخاص بالفايده من جانب الاحتياط الفيدرالي الامريكي ولجأت السياسه النقديه المصريه من خلال البنك المركزي بطرح شهادات ذات عائد 18%، فلقينا انه في كم كبير جدا من الاموال اللي تم الاستثمار في هذا المنتج. صحيح. المالي، واعتقد انه جزء كبير جدا من هذه الاموال كان جاي من الاقتصاد العائلي اللي هي الفلوس اللي تحت البلاطه انجاز التعبير ان احنا نقول كده يعني. فبالتالي هي رسائل الطمانه ان الاقتصاد المصري بخير، للمستثمر الاجنبي ان احنا بنشجع القطاع الخاص ان هو يدخل الركوب، ان القطاع الخاص يشارك في الاصول المملوكه للدوله، وبالتالي هنقدر ان احنا نفعل وننشط كثير جدا من الموارد. نعم. يعني اذا هي رساله طمانه واضحه وايضا قطع الطريق على المزيد من التكهنات التي من شانها ان تضر بالصوره او تطرح تساؤلات ولها اجابات ايضا غير حقيقيه. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد باغا، استاذ الاداره والتنميه وتطوير المؤسسات، كنت معنا هاتفيا في نشره السادسه.